المعنى ده بيوصف فكرة المتاجرة بالحرية. كان بيقول الأستاذ إحسان على ما أعتقد كانت حلقات في روزا اليوسف، ثم بعد ذلك تحولت إلى رواية، ثم هذه الرواية تحولت إلى فيلم شهير وهو فيلم أنا حرة يعني. كان بيقول إن أكثرنا حرية هو عبد للمبادئ التي يؤمن بها وللغرض الذي يسعى إليه. إننا نطالب بالحرية لنضعها في خدمة أغراضنا. وقبل أن تطالب بحريتك اسأل نفسك لأي غرض ستهبها. ده كلام الأستاذ إحسان عبد القدوس، وهو من وجهة نظر مناسب جدا لحالة اللي بيستخدمه مبدأ حرية الإبداع، وهو مبدأ كلنا نؤمن بيه، وفي نفس الوقت بيرفضوا مبدأ حرية الرأي وحرية إبداء الرأي فيما يقدمونه. من حقي إن أقول رأيي في اللي أنت بتقدمه، من حقي لما أشوف عبث أقول عليه إن ده عبث مش إبداع. المبادئ ما بتتجزأش، ده غير يعني من المدهش، ودي مش أول مرة تحصل، مسألة الاستعلاء في الاختلاف في الرأي. فكرة بقى إيش فهمكم أنتوا، لمجرد إن فنان أو مجموعة فنانين أو جمهور عادي تفاعل مع الموضوع رفض تشويه بلده، رفض وصم أهلها بالفقر، فتخرج لجان إلكترونية في مهمة اغتيال معنوي لأي معارض لهذا التخريف. فيلم السينما، ودي وجهة نظري، مش مجرد لوحة جميلة بتتعرض في معرض وحضرتك تقتنيها وتفضل ذكرى هذه اللوحة في ريشة اللي رسمها وعين من اقتناها. فيلم السينما وثيقة إنسانية، بالذات لو بتناقش أحوال مجتمع. الوثيقة دي بتفضل سنين وعقود من الزمن. إحنا ما عشناش في الأربعينات وما عشناش في الخمسينات، بس عرفنا شكل مصر من السينما. بالتالي صورة مصر ليست مستباحة لخيالك السينمائي تحت أي مسمى. لا يليق بشعب مكافح وبلد قدمت تضحيات من دم ولادها علشان تقوم بجد وبفضل صلابة ورؤية قائد وطني جه في مهمة إنقاذ وطن بحجم مصر، أن يوصم أهل هذا البلد بأي شيء معيب. إذا أعماك غرضك أو خيالك عن رؤية الواقع اللي بيقول إن مصر دلوقتي بتقوم بأكبر حركة بناء وتنمية في كل كرة ونجوع مصر تحت عنوان حياة كريمة، فأولى بيك إنك ما تشوهش هذا الواقع. مش بعد 50 سنة يتقال إن ده كان حال مصر في الزمن ده. يا سيدي الفاضل، اذهب بخيالك لمن مولك واترك له إبداعك في مجتمعه وشوف مساوئ مجتمعه وخلينا نتفرج. أنا متفق بالمناسبة مع الرأي اللي بيقول إن مصر أكبر من فيلم وأكبر من مقال، لكن كل حاجة لازم نضعها في سياقها. مرحلة الزمنية اللي احنا بنعيشها النهاردة ايه؟ هي مرحلة دولة تقاتل من أجل مكان يليق بها بين الأمم. حضرتك ليك حرية إبداعك، واحنا أيضا لينا حرية الرأي. القبح ليس فن، القبح ليس إبداع. بالمناسبة الكلام ده قالوا معانا الفنان الكبير طارق لطفي في حلقة من حلقات 60 دقيقة. خلونا نفتكر مع بعض قال إيه ونرجع نكمل حلقتنا. قبل 10 سنين فاتوا، لما كان الفن بتطلع أفلام سينما تحت مسمى الواقعية، خلاص بترصد العشوائيات والحالة اللي في العشوائيات والمنتج الاجتماعي اللي بتفرزه العشوائيات تحت مسمى الواقعية،
طب النهارده لما الواقع اتغير وما بقتش العشوائيات دي موجوده وبقى في بقى في الاسمرات وما على شاكله الاسمرات من هذه المجتمعات فين الفن؟ طيب ولا دي مش واقعيه؟ لا هقول لك هي مش واقعيه ومش فن. اللي كان بيحصل قبل كده في التعبير عن العشوائيات ده ما كانش لا واقعيه ولا فن. ده كان بعض الاعمال اللطيفه اللي كانت بتبتغي تجرب وجع الناس بس كده بالظبط مش بعض كمان واذى للناس اللي كانت بالظبط كده بالظبط احنا مش كده اذى نفسي ليهم يعني كمان. في ناس كانت بتقول احنا مش كده معلش في العشوائيات انت ما ينفعش تنادي ست باسمها صح احترام شديد جدا صح يا اما تقول لها يا ام فلان يا اما لو ما اتجوزتش يعني سوري ما خلفتش بتناديها باسم جوزها ايوه ففي هناك ما فيش الاشكال دي ممكن يبقى فيه فانت تمسك بقى في الشذوذ اللي موجود في مجتمع وتبينه على انه واقعية مش واقعية ولا ده فن ده قبح لا دي واقعية ولا ده فن ده قبح وده مش رأيي كمان ده رأي فنان كبير وممثل عظيم وعبقري هو الفنان طارق لطفي إلا لو اختلفتوا كمان معاه في الرأي هتخرجوه كمان من دايرة إن هو فنان كبير أو فنان موهوب أو فنان بيحترم نفسه وبيحترم جمهوره. خلونا نتكلم بوضوح. حملة اغتيال معنوي تعرض ليها الفنان شريف منير. موقفه يا سيدي. الراجل رافض شايف إن بلده بتتشوه ورافض الموقف ده. الكارثة الأكبر وهنا إحنا يعني بندردش مع بعض. الكارثة الأكبر اللي طلع لك ناس من الوسط الفني وانا يعني واحد بحترم الوسط الفني جدا وبحترم الفن المصري جدا لان ده قوتنا الناعمه ويقول لك فيلم الكيت كات انا اسف اللي يروج او يعقد مقارنه دي كارثه كبيره قوي ليه؟ لان فيلم الكيت كات ده وروايه مالك الحزين اللي اتاخد عنها الفيلم الواحد من عظماء من يعني من اعظم ادباء مصر وهو ابراهيم اصلان. الروايه دي قعدت تتكتب 8 سنين ونص من ديسمبر على ما اعتقد من ديسمبر 72 لابريل 81 8 سنين ونص بتتكتب الروايه دي 8 سنين ونص علشان ابراهيم اصلان بيدمج الفرق بين البصر والبصيرة وكل شروحات الفلسفة اللي دارت منذ قديم الأزل في شخصية اللي سهرها بعد كده العظيم داود عبد السيد ومثلها العظيم محمود عبد العزيز وقدموا لنا بعد كده رائعة اسمها الكيت كات في شخصية الشيخ حسني. ايه خلط الأوراق ده؟ مين اللي قال ان الكيت كات كان فيه تشويه وانه 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 كان لازم نقول رأينا لأننا من حقنا نقول رأينا زي ما أنت بتتمسك بحرية الإبداع. الناس اللي طلعت تقول لك هو كل حاجة تقوله صورة مصر وسمعة مصر؟ صورة مصر وآه سمعة مصر. وأي مواطن مصري من حقه إن هو يغير على صورة مصر وعلى سمعة مصر. وأي مواطن مصري من حقه إن هو يعيش راسه مرفوعة وما يتوصمش بالفقر ولا من باب خيالك ولا من باب ما تسميه إبداعك.